يسرع. ريال مدريد في وضعية خطيرة. هذه جول. كريستيانو رونالدو عند الدقيقة 10 يعلن عودة الفريق الملكي. هي لمن كانت اللمسة، كرة جول، كرة هدف لفريق ريال مدريد عندما جاءت اللمسة. هذه اللمسة انتهت، خلاص انتهت، وأمام المرمى يسجل هدف المباراة الأول. التمريرة الغاية في الروعة من أرخل دي ماريا، تأتي النظرة وتأتي اللمسة، وبعد ذلك المعالجة السريعة جدا. الكبير يعود كريستيانو رونالدو.